الإمام علي في نهج البلاغة أشار إلى منهاج السيد المسيح عندما تكلم مع نوف البكالي، وقال قولا مهم جدا عندما قال: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. الإمام علي ما لا شك فيه أنه كان متأثرا في تعاليم السيد المسيح، وهذا ما عبر عنه في أكثر من موقع من نهج البلاغة. من هنا يعني نرى هذا التكامل في التعليم الأخلاقية بين المسيحية وبين الإسلام.